عليكم يا دكتور يا مرحبا عليكم السلام الله. يا مرحبا حيا الله ابو مشعل يا مرحبا الشيخ عساك بخير ان شاء الله بخير لا بالعكس الله يسلمك يا مرحبا تفضل 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 يا احنا نلف الجامعة ولله الحمد يعني كل لوكيشن أحلى من لوكيشن احنا طال عمرك اخترنا ان احنا نتكلم معاك في مكتبة الجامعة صراحة مكان ممتاز ومكان جميل ما أدري ايش رايك توكلوا على الله توكلوا على الله نروح توكل على الله تفضل يلا تفضل طال عمرك تفضل الله يرحم والديك يا الوالديك الجنة والديك يا مرحبا يا ابو يا مرحبا حياك الله شرفنا الله يسلمك الله يرحم والديك الله يطول بعمرك ويسلمك الله هذه مدراء الجامعة صحيح صحيح محمد كاظم طبعا طبعا دكتور محمد ابراهيم كاظم رحمة الله عليه هو المدير المؤسس لجامعة قطر مدينة خليفة بأول ما بدأت ككلية للتربية نعم. ثم صارت جامعة في عام 77 بمرسوم أميري صحيح فكان هو الرئيس أو أول مدير لجامعة قطر ثم جاء من بعده الدكتور طيب. عبد الله جمال التبيسي إيه نعم الله يطول بعمره هذول الاباء المؤسسين هلا المؤسسين كان إيه كان الرئيس وانت كان نائب الرئيس صحيح صحيح ثم جاء الدكتور ابراهيم ابراهيم نعيم. نعيمي صحيح. صحيح وثم الدكتور عبد الله صالح الصليفي ثم الدكتور الشيخة بنت عبد الله المسند نعم هذول هم رؤساء الجامعه السبين. والله يعطيك طولة العمر طال عمرك اجمعين ان شاء الله, الله اللي بعد واللي بعد الجيل اللي عقبنا ان شاء الله نوليهم المسؤوليه ان شاء الله امين يا رب العالمين ان شاء الله دكتور جامعه قطر يعني حقيقه جامعه عريقه وخرجت حقيقه ابداعات ونجوم في الوطن الحمد لله يعني على مدى 40 عام جامعه قطر فعلا يعني مدت سوق العمل بخريجين اكفاء وتبوأوا على المناصب في الدوله صحيح اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات لغاء خاص ويسعدنا في هذه الحلقه ان نلتقي بالدكتور المهندس حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعه قطر الله يسعدني لي مساك عمرك يا مرحبا حيا الله يا مرحبا حياك الله طويل العمر هذه أول حلقة من حلقات برنامج لغة خاص بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. في البداية نبارك لك ونبارك لطلاب جامعة قطر بهذه المناسبة السعيدة وهو اليوم الوطني طول العمر. أول شيء مرحبا بكم في رحاب جامعة قطر. وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة نيابة عن جميع متسبي جامعة قطر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولسمو الأمير الوالد ولسمو ناب أمير البلاد بالتهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كلنا وللشعب القطري ولجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة أسأل الله, أسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا دائما بالخير واليمن والبركات والعز امين لقطر ولاهلها امين دكتور ماذا تعني لك جامعه قطر؟ يعني دكتور مهندس التصق بجامعه قطر منذ تخرجه، ماذا تعني لك جامعه قطر؟ طبعا جامعه قطر بالنسبه لي انا شخصيا اعتبرها مثل بيتي الاول حقيقه. الجامعه قدمت لي الكثير واعطتني الكثير يعني أنا انتسبت للجامعة في عام 1990 كمعيد بجامعة قطر كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية وابتعثتني الجامعة لدراسة الماجستير ثم الدكتوراه وبعد ذلك بدأت أدرس حديثي ونقاشي ومحاوراتي مع طلبتي هذا من أفضل وأمتع اللحظات في حياتي حقيقة وأنا لما أشوف طالب خريج وتبوء مكانته في المجتمع هنا او اكون في مكان عام ويجيني يسلم علي او كذا هذه احس انها من اسعد لحظات حياتي حقيقه فلذلك مهنه التدريس انا اعتبرها من اجل المهن والحمد لله انا سعيد وافتخر بانتمائي لهذه المؤسسه الوطنيه العريقه حقيقه فالجامعه بالنسبه لي كل شيء كل شيء إينا. يعني تجي الساعه 7:30 ولا تطلع الا اخر النهار احنا طبعا في عملنا ايضا الاداري اللي سحبنا عن التدريس والبحث العلمي صحيح متصلين في العمل صحيح ان عندنا دوام من الصباح الى بعد الظهر لكن حقيقه في متابعات تتم ما بعد الظهر في المساء في حتى في اوقات واجازات يعني عندنا يعني مسؤوليه ومطلوب منا ان احنا نتعامل مع احداث في وقتها صحيح دكتور حقيقة اللي اسعدني قبل فترة سويته احتفالية جميلة جدا اللي هي لم الشمل. شلون جات هذه الفكرة؟ وجمعتوا خيرة من تخرج من هذه الجامعة العريقة. طبعا لا شك ان لكل خريج او موظف منا لحظات سعادة صحيح يعيشها، وانا اعتقد دائما او في اغلب الاحيان الفترة الجامعية هي تكون افضل سنوات عمره صحيح هي يعني فترة شباب وفترة تلقي علم وفترة تشكل رأي صحيح ونضج شخصية وتكون آراء بالنسبة لهذا الطالب او الطالبة فعادة يستذكر الخريج ايام دراسته بايام يعني تكون ايام جميلة زملاء جدد التقى معهم تعرف عليهم من بلاده او من جنسيات ثانيه وهذه اللي تتم له ما بعد التخرج، فلذلك جامعه قطر كونها مثلها مثل معظم جامعات العالم دائما تحاول تربط خريجينها بها من بعد التخرج. بحيث انهم ما ينقطعون عن الجامعه. الجامعه الحمد لله دائما تسعى لان يكون عندها تواصل مع مجتمعها ومحيطها، مجتمعها المحلي. وحتى مع خريجينها من الدول الاخرى في دول يعني مثل ما تعرف احنا جامعه قطر ايضا تحتوي على عدد كبير من طلبه من دول محيطه فينا فلذلك نحرص دائما سنويا على ان يكون هناك تواصل بخريجي الجامعه لاستعاده الذكريات حينما ياتي الخريج ولا الخريجه وتلتقي بزميلاتها والخريج يلتقي بزملاء اللي كانوا معاه او يلتقي ببعض من درسوها وعلموه في في اثناء دراسته هذه يعني يتناولون فيها ذكريات جميله وايضا دائما نسعى لان يكون هذا التواصل من باب ايضا تحسين العمليه التعليميه احنا دائما نتواصل معهم من باب ان احنا نعرف منهم ناخذ منهم رجع صدى لمستوى برامجنا الاكاديميه ومدى تميز هذه البرامج ومدى استفادة هؤلاء الخريجين من التحاقهم بسوق العمل فهذه عملية مستمرة دائمة بيننا وبين طلبة الجامعة وبين خريجينها طبعا احنا الحمد لله خلال 40 سنة اللي راحت الجامعة خرجت 40 دفعة صحيح من أول دفعة تقريبا كان عددها حول 200 خريج وخريجة الآن احنا نخرج بالآلاف بالآلاف بلغ عدد خريجي الجامعة تقريبا 41 ألف خريج وخريجة هذيلا انتظموا لسوق العمل وكان لهم دور رئيسي في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للدوله منذ تاسيسها، منذ ما نالت قطر، منذ ما تاسست الجامعه ومنذ ما يعني بدات العمليه التنمويه الحديثه لدوله قطر. دكتور يعني احنا من جيل عشنا سبعينيات القرن الماضي وعشنا احتفالية افتتاح أول جامعة لغطر واللي كانت في مدينة خليفة وأعتقد كانت للتربية صحيح بداية صحيح في هذه السنوات اللي مرت بها الجامعة نبي نتكلم عن التخصصات الحديثة الان الموجوده في الجامعه مثل ما عرفت انا يعني حتى في الجامعه ممكن تحصل على الماجستير وممكن تحصل على الدكتوراه تكلم بس عن اهم المحطات اللي تناولتها جامعه قطر في هذه الرحله الطويله. طبعا آه سمو الامير الاب رحمه الله عليه الشيخ خليفه بن حمد هو من امر بتاسيس جامعه قطر، وبدات الجامعه حقيقه بكليه للتربيه باربع اقسام علميه اللي هي قسم الشريعه وقسم التربيه وقسم الانسانيات وقسم العلوم. صحيح. وبعد اربع سنوات مع الدفعه الاولى لخريجي هذه الاقسام امر سموه رحمه الله عليه في عام بمرسوم اميري في عام 77 في بدايه عام 77 بتحويل هذه الكليه او هذه الاقسام الى اربع كليات وانشاء جامعه قطر. طبعا كان هناك مساعده ايضا استعانت دوله قطر في ذاك الوقت بمنظمة اليونسكو في ذاك الوقت وتم إيفاد من عام 73 من باب التأسيس الدكتور الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم رحمه الله, الله عليه أمار. وتم جلب خيرة الأساتذة العرب ومن كل دول العالم لأن يؤسسوا هذه النواة وكانت حقيقة النواة صلبة وقوية خيرة الأساتذة والعلماء جلبتهم قطر لإنشاء جامعة قطر في عام 77 وتم ايضا التوسع في الكليات فيما بعد فتم تاسيس كلية للهندسه والاداره والاقتصاد ثم كليه للقانون ثم توسعت الى ايضا الجامعه في كليه للصيدله ثم عندنا الحين كليه للطب وكليه للعلوم الصحيه فاصبح لدينا تقريبا تسع كليات مختلفه واحنا ايضا في طور الاعداد لانشاء كليات ايضا في المستقبل القريب والتوسع مثل ما ذكرت بو مشعل انت يعني احنا ايضا خلال الست سنوات الاخيره توسعت الجامعه حتى في برامج الماجستير والدكتوراه فاصبح عندنا توسع افقي وتوسع عمودي ايضا فيما تطرحه الجامعه ونقدمه لمجتمعها. والحقيقه يعني حتى في 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 ازمه الحصار بدوا طلاب جامعة قطر أو الأساتذة اللي في جامعة قطر كقطريين يبرزون كنجوم أيضا صراحة وهذا الشيء يعني وأنا حتى في احتفالياتكم تفاجأت أنه حتى وزير الخارجية هو خريج جامعة غطر الشيخ أموز خريج جامعة غطر يعني في نماذج حقيقة الإنسان يفتخر فيها ويفتخر أكثر لما يعرف أن هذا هو منتوج جامعة قطر صحيح، الحمد لله مثل ما تفضلت احنا نفتخر بان عدد كبير من رجالات الدولة من خريجين الجامعة وعلى رأسهم طبعا لا شك ان سمو الشيخة موزة بن ناصر حفظها الله اللي هي ايضا نتشرف بكونها هي الرئيس الفخري لخريجي رابطة خريجي جامعة قطر صحيح والعديد حقيقة حتى الآن من الحكومة الحالية العديد من آه سعادة الوزراء خريجين الجامعة جلد. أو كانوا أعضاء هيئة التدريس صحيح. بالجامعة صحيح. مروا على الجامعة صحيح. في وقت من الأوقات والجامعة يعني تزخر دائما حقيقة بحكم كونها جامعة شاملة الآن آه عندنا خريجين في جميع التخصصات تقريبا وفي خلال الأزمة أيضا آه برز مجموعة من الأساتذة سواء كانوا في الرأي والمشورة فيما يخص الأزمة الحالية أو في التصدر لتفنيد مزاعم دول الحصار واتهاماتهم لدولة قطر أو حتى من طلبة الجامعة الذين قاموا بمجموعة من المناشط التي تبرز الولاء والثبات والعلاقة الأصيلة المتأصلة بين مختلف شرائح المجتمع وقيادة الحكيمة دكتور قبل فترة احتفلتوا بالدفعة الأربعين نعم دي خريجي جامعه قطر واليوم حقيقه وانا اتابع ان جامعه قطر من افضل خمسين جامعه على مستوى العالم فصحيح لي اذا كان هذه لا هو صحيح هو فيما يخص في تصنيف ل طبعا تصنيف الجامعات في احد التصنيفات المهمه اسمها كيو اس صحيح عنده مجموعه تصنيفات، واحد منهم من اهم التصنيفات اللي هي للجامعات الناشئه. ناشئه الجامعات اللي عمرها اقل من 50 سنه صح؟ اقل من 50 سنه. خمسين سنه بالضبط يختارون افضل 50 جامعه على مستوى العالم اللي اعمارها اللي اقل من 50 سنه. ناشئه يعني تعتبر جامعات ناشئه تعتبر، فعلا في عمر الجامعات ما زالت تعتبر جامعات ناشئه. طبعا الحمد لله فضل الله، احنا العام الماضي كن كان ترتيبنا 49. 49. احنا الحمد لله السنه اه اصبحنا 37. جميل. فقفزت الجامعه قفزه ايضا جيده في هذا الجانب. أخذتم مراكز اولى على مستوى العالم العربي. اي نعم، احنا في في اكثر من تصنيف، اكثر لكن من تصنيف. احنا دائما تصنيفنا من ضمن العشر الجامعات الاولى، ففي احد التصنيفات الثالثه على مستوى. الوطن العربي، في تصنيف اخر تصنيف ايضا السادس على مستوى العالم العربي. وكون دولة قطر ايضا يعني كونها استقلالها حديث صح والجامعة جامعة ايضا تعتبر جامعة حديث. حديثة. هذا هذا المركز حقيقة يعتبر مركز متقدم والحمد لله يعني هذا ما كان ليتأتى الا بفضل الدعم المباشر التي تلقاه الجامعة من قياده الدوله ومن الحكومه ومن جميع فئات المجتمع حقيقه. دكتور في اقبال على على التدريس من يعني من, من خريجين الجامعه من خريجين جامعه قطر. في حد منهم يهوى التدريس في الجامعه من البدايه يعني؟ اي نعم ايه نعم احنا طبعا الجامعه دائما تسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية بالذات في التدريس والتدريس في الجامعات عادة مهمة يعني طويلة وشاقة حقيقة لأن لا أن أول شيء الذي ينتظم كعضو هيئة التدريس في جامعة قطر يكون معدل عالي صح يعني يكون معدل على الأقل جيد جدا بحيث أنه يكون أو امتياز وتستقطب الجامعة ثم ان الجامعه تبتعثه لدراسه الماجستير ثم ان ايضا تبتعثه مره ثانيه لدراسه الدكتوراه وهذا المشوار يمكن ياخذ له سبع سنوات من بعد ما يتوظف في الجامعه ثم انه يرجع للجامعه للتدريس ديست. وللبحث العلمي ولخدمه المجتمع. ولايضا العمل الاداري في داخل نطاق الجامعه، دائما الجامعه تحاول استقطاب الكفاءات العلميه من بين خريجين الجامعة أو حتى من الخريجين الجامعات الأخرى عن يا دكتور أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعاود ونتابع هذا اللقاء الخاص مع الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر <applause> رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني وما زال لغاينا مع سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر دكتور نبي نتكلم عن رؤية الجامعة ل2030 أي نعم طبعا جامعة قطر كونها الجامعة الوطنية فهي مطلوب منها ويتوقع منها المجتمع أشياء كثيرة فلذلك الجامعه وضعت رؤيتها ومهمتها ورسالتها بحيث انها تصب فعلا لخدمه قطر والمجتمع القطري. فجامعه قطر تسعى الى ان تكون جامعه نموذجيه وطنيه محور العمليه هو الطالب تستقطب افضل الطلبه وافضل الاساتذه وان تكون محفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة طبعا إحنا هذا الكلام نترجمه إلى استراتيجيات وخطط تنفيذية وإلى برامج وإلى كثير من الأشياء العملية بحيث أنها نصل إلى تحقيق هذه الرؤية إحنا عندنا خطة اعتمدها مجلس الأمناء خطتنا الاستراتيجية اللي بتبدأ إن شاء الله من 2000 و18 الى غايه نهايه 2022 لخمس سنوات هذه الخطه باذن الواحد الاحد سوف تعمل تحول استراتيجي هي ليست خطه استراتيجيه عاديه هي عباره عن مجموعه خطط استراتيجيه خمس خطط اساسيه استراتيجيه تتعلق بدور الجامعه وغايتها في المجتمع والتعليم والتعلم خطه تتعلق في التجربة الطلابية والنجاح الطلابي، خطة تتعلق في البحث أه الجامعي ودوره، البحث العلمي ودوره في المجتمع. خطة تتعلق في التميز المؤسسي، كوننا جامعة كونها هي مؤسسة فكل عملياتنا نريد أن تكون متميزة. وخطة تتعلق في دور الجامعة في مجتمعها. هذه خمس خطط وهناك خم خطتين أيضا ثانيات نسميها خطط تمكينية. خطة تتعلق في آه آه طبي... نسميها الخطة الرقمية للجامعة بحيث أننا ننقل الجامعة إلى أن يكون مجتمع رقمي ذكاء صناعي صحيح. وفيما يتعلق أيضا بريادة الأعمال فهذه مجموعة الخطط هذه هي تشكل خطة الجامعة أو الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وكلها تتمركز وتتمحور حوالين الطالب نفسه هو محور العملية التعليمية جميع ما نقدمه لمصلحة الطالب فلذلك احنا سوف نقوم باعداد شيء سميناه اطار مؤهلات جامعه قطر. سوف نقوم باعداد شيء سميناه نموذج جامعه قطر التعليمي، يتكون من اطار المؤهلات ومن التميز في التعليم ومن سمات خريج جامعه قطر. ففي سمات خريج الجامعه مثلا على سبيل المثال سوف نسعى دائما ان الطالب من ما يدخل الجامعه قبل لا يدخل الجامعه، احنا سوف نسعى له. احنا راح نروح لطلبتنا في الثانويه من صف الاول والثاني والثالث ثانوي نعرفهم بالجامعه بالبرامج باحتياجاتنا في البرامج المختلفه شروط الدخول للجامعه ايش مستوى الطلبه وايش البرامج اللي احنا بنوفرها لهم الى ان يقدم للجامعه ويلتحق بالجامعه ويتخصص في 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 برامج البرامج المختلفه والعملية التعليمية سواء داخل القاعة الصفية أو خارج قاعة المحاضرات وهذه أيضا عندنا برامج كثيرة سوف نقدمها لطلبتنا بحيث أنهم يكتسبون مهارات عديدة مهارات قيادية مهارات تؤهلهم بحيث أنهم قادرين يواجهون المشاكل ويتعاملون معها بطريقة منهجية علمية وتحدث عندهم تحول في طريقة التفكير تحول منهجي بحيث أنها تكون طريقة تفكيرهم طريقة علمية منهجية في التعامل مع الاحداث بحيث انه يكون هو هذا الخريج قادر على ان ينفع نفسه وينفع محيطه ومجتمعه الى ان يتخرج من الجامعه وما بعد التخرج ايضا تكون عنده ايضا خطه واضحه للالتحاق لسوق العمل وان يكون قادر على ان يكون يعطي ويكون منتج من اول يوم التحاقه في العمل او اذا حب ايضا انه يكون رائد اعمال وانه ياسس شركته الخاصه ويكون قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في ريادة الأعمال وفي أن يكون أيضا في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يكون مؤسس لهذا المجال ويطلع من مظلة أنه لا والله أنا برتبط بمؤسسة حكومية ولا أني أبغى أتوظف في القطاع الحكومي لا إحنا نريد أن يخرج من هذا الإطار وحتى لو التحق فيه القطاع الحكومي نريد ان ياتي بالتفكير المبادر التفكير الريادي انه يحدث تغيير ايجابي في جهه عمله صحيح. في المستقبل وايضا يكون ارتباطه بالجامعه المستقبلي ايضا مستمر بحيث انه يكون عنده اللي نسميه احنا لونج لايف ليرنر لأنه هو دائما يسعى الى ان يتعلم ويستمر في تعلمه مدى الحياه مدى الحياه لان العلم يتطور دائما نحن احنا بمشعل طبعا مقبلين على ثوره حقيقيه تكنولوجيه يسمونها الثوره الصناعيه الرابعه وهذه الثوره سوف تحدث وتخلق تخلق فرص عمل جديده وسوف ايضا تمحي وظائف موجوده في سوق صحيح. العمل قبل فتره بسيطه كان هناك معرض في برلين وعرض آه على سبيل المثال مطار مطار حديث في المستقبل، كيف يكون المطار؟ الراكب من يوم ما يدخل المطار الى ان يركب الطائره او من يوم ما ينزل من الطائره وياخذ حقيبته ويمر في اجراءات الجمارك والجوازات وكذا الى ان يخرج من المطار لن يتعامل مع انسان كل تعامله بيكون مع أجهزة. الاله مع الاجهزه فبيكون المطار كله ادارته إطارة إلكترونية وذكية فهناك إذا وظائف سوف تنتهي. تندثر صحيح من زين وهناك وظائف جديدة سوف تخلق إحنا دورنا كمؤسسات تعليم عالي علينا مسؤولية كبيرة ليس فقط في جامعة قطر ولكن لكل الجامعات في, في العالم كله الثورة المقبلة الرقمية هذه واللي يسمونها بلوك تشين حتى الانترنت اوف ثينجز اللي يسمونها انترنت الاشياء وغيرها هذه حقيقة سوف تخلق إطار معرفي وحياة رقمية جديدة احنا أمام تحدي حقيقي لذلك احنا إن شاء الله استراتيجيتنا القادمة سوف تستجيب لمثل هذه التحديات بحيث أن فعلا يكون خريجنا على مستوى التحدي تكون الجامعة قادرة على أن تكون إضافة حقيقية وتكون فعلا محفز للتنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية للدولة ونكون فعلاً عامل أساسي في تحقيق رؤية الوط... قطر الوطنية 2030. الله يوفقكم يا دكتور. إن شاء الله. دكتورنا بيتكلم عن المراكز البحثية اللي عندكم في الجامعة. طبعاً الجامعة الحمد لله مع تبني الدولة لأن تكون رؤية قطر قائمة على الاقتصاد المعرفي قامت الدولة بتحقيق أو بالقيام بمجموعة تأسيس مجموعة أشياء. هي مجموعة مترابطة ان تصل الى الاقتصاد المعرفي. واحد الاشياء هذه انشاء الصندوق القطري لرعايه البحث العلمي وانشاء ايضا واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا هذه في مؤسسة قطر، وكذلك تاسيس مجموعة من المبادرات على المستوى الوطني، احنا في جامعة قطر استفدنا من هذا كله، وبدينا نتوسع في مجال الدراسات العليا. فتوسعنا في برامج الماجستير وفي برامج الدكتوراه توسع مثل ما ذكرت انا قبل قليل افقي وتوف... وتوسع عمودي وعززنا هذا الشيء ايضا ببناء البنيه التحتيه فيما يتعلق في البحث العلمي فبدينا ننشئ من فتره من تقريبا ست او سبع سنوات مختبرات علميه بحثيه متخصصه تصب في احتياجات الدوله ووضعنا خارطه طريق للمجالات التي سوف تعمل الجامعة على أن أن تعتبرها بالنسبة لنا إحنا أولوياتنا البحثية وهذه الأولويات البحثية بالنسبة لجامعة قطر متوافقة مع الأولويات البحثية للخطة الاستراتيجية البحثية لدولة قطر فلذلك قمنا بأول شيء بناء بنية تحتية فيما يخص المختبرات العلمية الحديثة وكذلك قمنا بتاسيس مراكز مجموعه مراكز بحثيه في العديد من المجالات وقمنا باعطاء او توفير منح بحثيه سواء داخل جامعه قطر او عن طريق الصندوق القطري رعاية البحث العلمي فلذلك نما البحث العلمي نمو سريع جامعه قطر هي الاعلى نموا في المنطقه فيما يخص البحث العلمي فلذلك هذا انعكس حتى ايضا على التصنيف صحيح. تصنيف الجامعه على المستوى العالمي. آه يعني على سبيل المثال فيما يخص المراكز البحثيه والمشاريع البحثيه عندنا شيء سميناه الطحالب الدقيقه واستخدام الطحالب الدقيقه فيما ينعكس علينا احنا في اقتصادنا الوطني. احنا الحمد لله الله, الله وهب قطر بالكثير من الموارد آه فيما يخص طبيعية طبيعي طبيعية طبعا احنا عندنا الحمد لله الغاز والبترول اللي الله وهب قطر فيها صحيح. عندنا مورد جديد الناس ما تدري عنه للحين البيئة القطرية البحرية صحيح بيئة خصبة جدا لنمو نوع من انواع الطحالب الدقيقة وهذه الطحالب اذا تم استخدامها واستثمارها سوف تعود بالنفع والـ والـ والخير الاقتصادي العميم على قطر. هذه الطحالب الدقيقه نقدر نولد منها وقود حيوي نظيف على اعلى مستوى. الطحالب البحريه؟ من الطحالب هذه من البيئه البحريه المحليه وبدت الجامعه في هذا الجانب وتم تعريف بمجموعه من الطحالب المحليه استحدثناها هنا. في مختبراتنا وتم تحويل هذه الطحالب السترينز اللي خذناها كميات كبيره دكتور طبعا كل المنطقه الاقتصاديه لدوله قطر تحتوي على هذه يعني البيئه البحريه او البحر عندنا في قطر هذه 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 الطحالب تنمو في 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 بيئه خصبه مثل بيئتنا بمعنى ان ان ما تتطلب مياه عميقه صحيح زين مثل ما نعرف احنا بيئه قطر البحريه صحيح. شلو شالو ووتر يعني بياه مياه مياه يعني مش عميقه لا متوسطه متوسطه اي نعم دليل. يعني اعماقها بين ال 20 عشر نعم. 15 متر 30 صحيح. متر 40 متر صحيح انزين وتتطلب ايضا حراره مرتفعه شمس وضوء موجوده فهذه العمليه يعني التوليد اللي يسمونها الدوره هذه تنتج منها طحالب تنتج منها البناء الضوئي عمليه البناء الضوئي هذه تنتج منها ممكن تنتج منها وقود حيوي واحنا استخرجناه في مختبراتنا والان قاعدين نجربه في البيئه الخارجيه خارج بيئه المعمل او المختبر ونجحنا فيه والان جالسين ايضا مع بعض الجهات الوطنيه الحكوميه ان يتم تخصيص اراضي كبيره للجامعه وتم تخصيص مثل هذه الاراضي ل الانتقال الى الانتاج على المستوى ان شاء الله التجاري فعندنا وقود حيوي سوف ننتجه ان شاء الله عندنا ايضا مكملات غذائيه عاليه القيمه بس فاصل قصير وبرجع وياك عن الطحالب الدقيقه اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل لقائنا مع رئيس جامعه قطر الدكتور حسن الدرهم thank you حياكم الله اعزائي المشاهدين في لقاء خاص مع سعاده الدكتور حسب الراشد راشد الدرهم رئيس جامعه قطر. دكتور انا قبل الفاصل قطعت عليك عن الطحالب البحريه وانها ثروه تعادل البترول وانها طاقه نظيفه ايضا. نعم. ممكن تشرح لنا شلون تكون طاقه نظيفه؟ طبعا هذه الطحالب الدقيقه احنا في مختبراتنا حولناها الى منتجات كثيره مفيده. آه، هذه الطحالب تنمو في بيئه مثل بيئه قطر. بيئه حاره، شمس تقريبا طول ايام السنه صحيح تحتاج الى ضوء والى عمليه التكاثر هذه وعمليه التمثيل الضوئي باستخدام مياه البحر آه، تنتج منها مثل هالطحالب وتتكاثر، احنا سرعنا عمليه تكاثرها وسجلنا براءات اختراع في هذا الجانب. فنقدر نحولها إلى مجموعة أشياء نقدر نحولها إلى وقود حيوي صديق للبيئة نقدر نحولها يخدم إلى للطيران مثلا للطيران للسيارات لأي طاقة أنت اللي تريد أن تولدها آه نقدر نحولها إلى آه منتجات غذائية تكميلية صحيح تعطي طاقة للإنسان نظيفة يعني بمعنى آخر يعني مكملات غذائية فيتامينات ومعادن تفيد الانسان وقيمتها الغذائيه عاليه نقدر نحولها الى سماد عضوي للنبات وللزراعه فكلها ايضا تصب في مجال الامن الغذائي الامن الغذائي نعم. الحمد لله الجامعه طورت هذه التقنيه محليا وبوجود علماء قطريين اعضاء تدريس من الشباب من خيره الشباب القطريين ونقلنا هذه المعرفه والتكنولوجيا ايضا من برا وزدنا عليها طورنا عليها وسجلنا براءات اختراع فيها والان جالسين ننتقل احنا, احنا اثبتنا هذا الشيء في المختبرات ثم ان احنا نقلناها الى بروتوتايبنج يسمونه نموذج على ارض الواقع برا ونجحت التجربه والان مثل ما قلت لك ان الدوله خصصت لنا ارض كبيره بحيث ان احنا ننتقل الى المرحله الثانيه ما قبل الانتاج التجاري فنتوقع ان شاء الله خلال اربع الى ست سنوات يكون عندنا منتج تجاري في هذه المجالات. دكتور ودي الحقيقه اسالك عن الكادر الوطني القطري يعني من اساتذه من دكاتره من معيدين يعني هل هناك يعني اعداد كافيه عندكم ولا؟ لا حقيقه يعني جامعه قطر لانها تتوسع توسعات كبيره. وهذا التوسع صح. اكبر من عدد قدرتنا لاستقطاب الشباب والشابات القطريات، لكن الحمد لله عندنا احنا برنامج لاعداد الكوادر ورعايتهم المتميزين الطلبه المتميزين بحيث انهم اول ما يخلصون درجه البكالوريوس يلتحقون بالجامعه كمعيدين وكاعضاء هيئه تدريس بالجامعه. هل انتم تختارونهم دكتور ولا؟ اي نعم في طبعا احنا ممكن نختارهم او هم يتقدمون للبرنامج والمتميز منهم بعد المقابله الشخصيه يتم تعيينه في هذا البرنامج بعد التخرج طبعا آه، الذي يكون حاصل على درجة بكريو آه، في البكالوريوس آه، أو الماجستير آه، جيد جدا أو امتياز أيضا آه، آه، نستقطبه نسعى إلى استقطابه ويعني نعمل على ابتعاثه للخارج آه، ويكون عضو آه هيئة تدريس آه بجامعة قطر. يعني في كل التخصصات في موجودين قطريين طبعا تقريباً. جميع التخصصات الحمد لله عندنا عدد كبير من اعضاء التدريس القطريين وتفرق من كليه لكليه بعض الكليات يفضلون الخريجين اللي يحقون سوق العمل صح. حتى تكون بالنسبه لهم بيئه العمل او مردود المالي او كذا افضل له او كذا وفي بعض الكليات لا يعني تخصصات يشوفون ان الانتظام في الجامعه فاحنا دائما نسعى لان اللي يلتزم بالجامعه يكون يحب العمليه التعليميه صحيح ويحب انه آه يواصل دراسته ويحب البحث العلمي وعنده آه هذه الميول وعنده رغبه حقيقيه للانتظام في التعليم العالي. دكتور مساوان حقيقه وانا داخل الجامعه اشاهد هناك مباني جديده قاعده تقوم. صح ما يعني شنو هاي المباني الضخمه؟ ايوه هذه طبعا جامعة قطر الآن مو بجامعة صغيرة يعني بـ بـ بمعيار قطر عندنا حاليا تقريبا عشرين ألف طالب وطالبة ما شاء وهذه يعني تعتبر عدد لا بأس فيه لجامعة مثل جامعة قطر فإحنا جالسين نتوسع في بنيتنا التحتية عندنا كليات حديثة تحت التأسيس أو نتوسع فيها كلية الهندسة مشروع قائم وإن شاء الله ينتهي قريبا عندنا وقعنا مجموعة عقود من فترة قصيرة جدا مبنى لكلية التربية ومبنى لكلية القانون ومبنى الأنشطة الطلابية وأيضا مبنى المتعدد الاستخدامات أو الأغراض وفيه صالة رياضية كبيرة مغلقة للبنين احنا أيضا في طور إعداد الرسومات الهندسية لمبنى لكلية الطب وحديثا إن شاء الله سوف ينتقل طلبة كلية الصيدلة إلى مبناهم الجديد مؤهل تعليل تأهيل عالي فالحمد لله دولة قطر وحكومة قطر لم تقصر في هذا الجانب فإحنا عندنا فعلا توسع في البنية التحتية توسع في المباني في المشاريع في الكليات وان شاء الله خططنا المستقبليه فيما يخص الكليات اخذت بعين الاعتبار احتياجات الدوله في هذا الجانب دكتور نبي نتكلم عن سمات خدمه جامعه قطر اي نعم احنا انا ذكرت قبل قليل صحيح. ان احنا في خططنا الاستراتيجيه هذه نريد ان نحدث تحول نوعي وقفزه نوعيه في ما تقوم به جامعه قطر واحد اهم مرتكزاتها اللي هو الخريج او الطالب اللي احنا كلنا نسعى الى خدمته والى ان يكون مؤهل وقادر على ان يحمل جميع مؤهلات او احتياجاته بحيث يكون ناجح في حياته بعد ما تنتهي مرحله الجامعيه قلنا ان احنا عندنا نموذج جامعه قطر وهذا النموذج احد اركانه الرئيسيه اللي هي سمات خريج جامعة قطر وهذه السمات تتكون من مجموعة أشياء بالإضافة إلى المهارات التي تتكلم عن اللي هو التفكير الناقد ومهارة البحث العلمي والمنهجية البحثية في التعامل مع المشكلات وفي العمل بروح الفريق وفي تحديد أيضا أهدافه وفي اهتمامه ورؤيته للوقت وللعلم ول... مجموعة متكاملة يعني شمولية هي مسألة سمات شمولية نسعى إلى تعزيزها لدى طالبنا ونريد أن تكون عنده أيضاً صفات قيادية إحنا كما نعلم أن عدد القطريين محدود ولكن المشاريع التي تنفذ هنا في الدولة والتي تقوم بها دولة قطر رائدة وكبيرة وما نستطيع أن نحققها لوحدنا يعني كقطريين، لذلك معنا اخواننا واخواتنا المقيمين. الذين يعملون معنا في في هذه التنميه الكبرى التي تشهدها الدوله. لكن نريد من خريج جامعه قطر ان يكون قيادي. يعني في جهه عمله ان يكون عنده قدره على ان يحدث تغيير، ان يحدث فارق في في المجال الذي يعمل فيه. فهذه السمات كلها سمات سوف نعمل على تعزيزها من خلال المشاركه داخل القاعه الصفيه او من خلال المشاركه خارج القاعه الصفيه. واحد الاشياء على سبيل المثال اشراك طلبتنا في المشاريع البحثيه. واحنا دائما نسعى ان يكون لطلبتنا دور في البحث العلمي. وبان هذا الشيء في مشاركات طلبتنا في المسابقات المحليه الوطنيه او على المستوى الاقليمي والخارجي، دائما سبحان الله ابو مشعل خريج او عفوا آه المسابقات التي ساهمت فيها آه ساهم فيها طلبتنا يحصلون على المراكز الاولى سواء في قطر او في المنطقه او حتى على مستوى عالمي. حصلت آه آه الفرق البحثيه لطلبه الجامعه على المراكز المتقدمه في البيئه عفوا في الاقليم على منطقه الخليج او حتى على على المسابقات العالميه. ونشركهم ايضا في مشاريعنا البحثيه في مراكزنا البحثيه. عندنا الشيء بالشيء يذكر عندنا على سبيل المثال الان تنظيم كاس العالم وهذا استحقاق وطني كبير وجميع مؤسسات الدولة تسعى إلى أن تقدم صورة مشرفة لقطر آه للعالم. آه إحنا على سبيل المثال آه قامت الجامعة بالتعاون مع آه مؤسسة إسباير إلى تطوير تقنية تكييف الملاعب المفتوحة. آه سمو الأمير افتتح آه أو دشن ملعب الساد خليفة, خليفة. الدولي آه شهر خمسة الماضي. صحيح. وهو اول استاد من ملاعب كاس العالم الذي يكون مصمم بتقنيه التكييف في المنطقه او الملاعب المفتوحه وهذا كان بتطوير من علماء من جامعه قطر هم من قاموا بهذا السبق العلمي وكذلك دائما ياتي قطر نقد على موضوع أه، ظروف أه، العمال والعمالة في قطر وأجواء حارة قامت قطر أه، ممثلة أيضا بجامعة قطر بالتعاون مع أيضا مؤسسة سباير باختراع خوذة ذكية أه، تعمل جيب. على توفير أه جو بارد للعامل في الأجواء الحارة هذه الخوذة الذكية التي اخترعتها الجامعة وطورتها والان يتم انتاجها في الصين بكميات انتاج تجاري كبير بحيث ان احنا نزود العماله في قطر هذه الخوذ بحيث انه ما يتاثرون بدرجات الحراره المرتفعه خلال فتره الصيف. هذه كلها اعتقد حلول مباشره وتصب في احتياجات انيه ومحليه للدوله. دكتور حتى انتم في المجال الرياضي ما شاء الله متفوقين قبل فتره ماخذين بطوله ما طبعا الجامعه هي يعني مجتمع شبابي صحيح والشباب يهتم بالرياضه واحنا خلال الفتره الاخيره ايضا عدنا التركيز على هذا الجانب مثل ما قلت احنا نريد الشخصيه المتكامله الشخصيه المنتجه المعطاءه ومثل ما نعرف الرياضه توفر الجانب الصحي للانسان وتوفر الجانب ايضا حتى الذهني الذهني والتكاملي صحيح للانسان وهي مكمله للعمليه التعليميه فلذلك ايضا تسعى الجامعه الى ان تعزز بيئه رائده بحيث ان الطالب لما يأتي الجامعه يكون في الجامعه من يوم ما يدخل الجامعه لغايه نهايه اليوم صحيح في عندنا صحيح عندنا قاعات دراسيه وكليات ومختبرات ياخذون فيها محاضراتهم الطلبه لكن ايضا عندنا مكتبه عندنا مركز نشاط طلابي يستطيع الطلبه ان ينفسون عن رغباتهم وهواياتهم عندنا انديه طلابيه عندنا ملاعب وصالات وعندنا مسابح رياضية آه هذه دائما البيئة هذه مهمة آه ونسعى دائما تكون بيئة يعني آه محفزة للطالب وتخلق عنده هذه الروح آه فلذلك آه الفرق الرياضية اللي عندنا آه تشارك على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وحتى في مسابقات آه رياضية عالمية وحققت الجامعة آه بطولات في هذا الجانب دكتور الحديث معك لا يمل بس طال عمرك فاصل قصير ونتابع معك بقية الحديث فاصل أعزائي المشاهدين ثم نتابع مع مدير رئيس الجامعة ما تبقى من حديث رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص بمناسبه اليوم الوطني مع سعاده رئيس جامعه قطر الدكتور حسن الدرهم دكتور حقيقه يعني شهر رمضان وفي 5 يونيو حصل حصار بلا شك ان هناك طلبه قطريين تاثروا من هذا الحصار وتم طردهم الجامعات الخليجيه كيف تعاملت جامعة قطر مع هذا الموضوع؟ حقيقة يعني شيء مؤسف ومحزن في نفس الوقت. ما كان حد يتوقع في يوم من الأيام أن أخوك وجارك يعني بلا مقدمات يتم اتهام هؤلاء المواطنين طلبة يدرسون عندهم بأنهم ممولين للإرهاب بأنهم كذا بأنهم كذا يعني يزعون إلى تدمير المنطقة إيه نعم ما أدري قالوا زعزعة الأمن وكذا بين يوم وليلة طلبة يعني طلبة يدرسون وصار بعضهم صار لهم ثلاث سنوات صحيح وذكر قالوا لهم تغادرون خلال 14 يوم طبعا احنا في جامعه قطر كنا الجامعة الوطنية هذا في الأخير عيالنا صحيح ما لنا بد منهم وننظر للموضوع نظرة أبوية ومسؤولية تم طبعا التعامل مع هذا الحدث احنا حاولنا نستدعي قدر ما نستطيع وطلبنا منهم يتقدمون للجامعة وتم وضعهم وتصنيفهم إلى مجموعة قوائم الحمد لله قدرنا نستوعب عدد جيد، طبعا هذا كله بالتنسيق مع وزاره التعليم والتعليم العالي صحيح ومع ايضا كليه المجتمع. فالحمد لله في قسم منهم التحق بالجامعه قدرنا نستوعبه وفي قسم التحق بكليه المجتمع وفي قسم اعتقد وزاره التعليم والتعليم العالي بيبتعثونهم على حساب الدوله لجامعات اخرى. اعدادهم كبيره دكتور ولا؟ احنا اللي تقدموا لنا تقريبا 200 200 وشوي وقبلنا تقريبا نصفهم نصف, نصف الماء طبعا هذيله جونا في بدايه الازمه في آه في نهايه الصيف صارت مشكله ثانيه للطلبه آه احد دول الحصار في مصر ايضا آه يعني وضعوا عوائق آه اخرى لمواصله دراستهم وهناك عدد بالمئات صحيح. يدرسون كثير وضاعت عليهم طبعا السنة الدراسية صحيح. ما قدروا يدخلون ولا قدروا يواصلون وإحنا الآن جالسين أيضا نشوف شو اللي نقدر نساهم فيه كجامعة لاحتواء أكبر قدر ممكن منهم بالمقابل طبعا عندنا أيضا طلبة من دول الحصار هذا اللي كنت بسألك صحيح صح عندنا طلبة من من دول الحصار يدرسون في الجامعة عندنا هذه الازمه بدات ايضا في فتره حرجه في فتره اختبارات نهايه فصل فطلبتنا القطريين طلابنا القطريين اللي يدرسون هناك بعضهم اخرجوهم من قاعه الاختبار صحيح انزين ورفضوا حتى يعطونهم آآ شهادات آآ او لهالدرجه يعني نعم كانه ضاعت عليهم السنوات هذه ويرفضون حتى يردون عليهم حتى ولا يردون علينا نتو... نحاول نتواصل مع الجهات هذه الجامعة في الجامعات هذه بس هذا مستقبل مستقبل البشر مستقبل طلبة يعني حرام يعني على الاقل يعطي نتائج يعني, يعني وصلت ما ارى في بعض الجامعات للاسف في بعض الدول في تعسف غير طبيعي في التعامل حتى مع من ناحيه الله سبحانه وتعالى ما يجوز حرام صحيح صحيح احنا الله يسلمك طلاب الدول هذه لان ايضا طلب منهم مغادره قطر خلال اسبوعين أنتوا طبعا تركتوا لهم اللي يبيه. احنا كيف. بالعكس احنا احنا ارسلناهم رسائل طمأنه لهم قلنا لهم يا جماعه الخير انتم عباره عيالنا صحيح مثل عيالنا وهذه الجامعه جامعتكم وهذه بلادكم وما في شيء يتغير بالنسبه عليكم فاللي يقدر يواصل يكمل اختباراته يكملها ويغادر ويشوف وضعه كيف واللي يبغي يروح الان اذا وضعه النفسي وكذا غير مش مرتاح منه انه وحب انه يعتذر عن الفصل ولا كذا مع في نهايته شفنا موضوعه واللي محتاج كان باقي له اختبار او اختبارين اذا حب يقدمهم قدمناهم له على اساس ما تروح عليه ايضا فتره الدراسه وبعدين بنشوف خلال فتره الصيف كيف الامور تتطور طبعا الحمد لله اغلبهم رجعوا هؤلاء الطلبة عادوا فيما بعد والآن معنا من تضمين حالهم حال الطلبة الآخرين الخليجيين ايه نعم من دول الحصار طبعا وحتى الآن موجودين موجودين ما طلعوا وبعضهم عندهم منح دراسية على حساب الدولة وبعضهم في سكن الطلبة والطالبات يعني على على ما طلبت منهم دولهم يرجعون طبعا هاي في البداية لكن في بعض الدول منهم ذكرت لهم قالت لهم ممكن يرجعون يكملون دراستهم أو شيء وقاعدين يكملون دراستهم إيه نعم دكتور ما فكرتوا تسوون يعني نماذج لجامعة قطر مثلا في بعض المناطق في قطر احنا طبعا من ضمن التوسع اللي تشهده الجامعة وطبعا سمو الأمير زاه الله خير داعم لهذا التوسع هناك توجه ان شاء الله مستقبلي ان يكون للجامعه فرع, فرع في المناطق الجنوبيه يمكن جهه الوكره جميل او شيء واحتمال في ايضا في احد المناطق ايضا في شمال قطر ان شاء الله لكن هذا الموضوع محتاج ايضا دراسه مع الاخوان في وزاره البلديه ومع التخطيط العمراني وغيرها من بعض الجهات في فيما يخص التوسع الجغرافي للجامعه. عدد الكليات اللي عندكم الان كم دكتور؟ طبعا احنا عندنا حاليا تسع كليات ما شاء الله وعندنا تقريبا 79 برنامج ماجست بكالوريوس وماجستير دكتوراه وعندنا توسع قادم ان شاء الله عندنا على سبيل المثال رغبه في استحداث كليه للاعلام، حاليا عندنا قسم اعلام وسوف نقوم ان شاء الله باستحداث كليه للاعلام. عندنا رغبة أيضا لتطوير كلية للعلوم الرياضية جميل. عندنا برامج حاليا برنامجين وسوف نسعى لأن يكون هناك وفعلا يعني المجتمع مجتمع محتاج لهذه التخصصات يعني خاصة الإعلام محتاج له المفروض أن تكون جامعة غطر هي 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 الرائدة وهي السباقة في هذا الموضوع صحيح طبعا بمشعل كذلك من ضمن خططنا المستقبلية أو خلني أرجع شوية هل تعلم ان في الاسبوع الاول لتولي سمو الامير الشيخ تميم حفظه الله امر بانشاء كليه للطب في الجامعه الوطنيه جامعه قطر؟ ففعلا تم انشاء هذه الكليه وسمو الامير حينما زار الجامعه زار الكليه ويتابعها من وقت لاخر واحنا ايضا جالسين نتوسع ايضا في التعليم الطبي. فبعد ما كان عندنا كليه للصيدله وتاسيس كليه للطب اسست الجامعه ايضا كليه للعلوم الصحيه وان شاء الله جالسين توسع في البرامج داخل الكليات هذه وان شاء الله من ضمن خططنا المستقبليه ان تكون عندنا ايضا كليه لطب الاسنان باذن الله ان شاء الله وسوف يكون عند الجامعه ان شاء الله احنا الحين في 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 نقاشات لان يكون الجامعه ايضا مستشفى جامعي وهذا المستشفى الجامعي سوف يكون مستشفى بحثي متخصص متطور متقدم علميا وسوف ان شاء الله يكون ايضا محضا لطلبه الطب وطب الاسنان للتدريب في اثناء دراستهم في الجامعه فاحنا الان جالسين تقريبا نكون عندنا قاعده صلبه في التعليم الطبي تنعكس ان شاء الله على الصحة العامة والخدمات الطبية اللي تقدمها الدولة بمختلف مؤسساتها للمواطنين والمقيمين في البلد ان شاء الله. طبعا المشاريع المستقبلية والخطط المستقبلية للجامعة كبيرة وكثيرة. غير موضوع البرامج الاكاديمية عندنا ايضا افكار اخرى لتنويع مصادر الدخل للجامعة بحيث يكون الجامعة لها وقف ويكون لها ايضا مؤسسة بح... لان تكون الجامعه بيت خبره. الجامعه حقيقه ينتمي لها مثل ما ذكرنا قبل قليل اكثر من 1200 عضو هيئه تدريس في جميع التخصصات حملت الدكتوراه غير اللي هم على درجه ماجستير او كذا. وعندنا تقريبا 300 الى 400 باحث وباحثه. هؤلاء بيت خبره كبير. صحيح. يعني يشكلون بيت خبره كبير. صحيح. للدوله فاحنا جالسين نطور. اجراءاتنا والياتنا مع مجلس الامناء بحيث ان فعلا الدوله تستفيد من هذه الخبرات يكون لنا تواصل حقيقي وشراكه حقيقيه مع مختلف المؤسسات الوطنيه في الدوله ان شاء الله. دكتور ما فكرتوا تسوون اذاعه للجامعه؟ طبعا هاي من ضمن الافكار اللي اللي موجوده فيما يخص كليه الاعلام ان احنا يكون عندنا اذاعتنا الداخليه وممكن تكون اذاعه محليه. على على المستوى مستوى قطر ان شاء الله الأفهم. وهي فعلا ما تكلف شيء ما تكلف لكن يدرونها الطلبة, الطلبه ضمن سياسات اعلاميه واضحه صحيح. وضمن ايضا اشراف من قبل اساتذه الاعلام ان شاء الله بالجامعه دكتور انا تقريبا كل اسئلتي اللي عندي اذا عندك شيء تضيفه طبعا الحمد لله الجامعه انا اعتبرها قصه نجاح خلال السنوات الماضيه قدمت الجامعه الكثير جهات العمل وشركائنا يثنون على مخرجات الجامعه على مستوى اللي وصلت للجامعة من مستوى الخريجين وهم هؤلاء الخريجين حقيقة ينافسون الخريجين من الجامعات العالمية وأثبتوا طلبة الجامعة وخريجين علو كعبهم في تخصصهم وفي مجالاتهم وفي تكوين شخصيتهم المرحلة الجاية إن شاء الله بتكون قفزة نوعية أيضا أيضا للأفضل وسوف تكون إن شاء الله بفضل الدعم والرعاية اللي تحصل الجامعة من سمو الأمير ومن سمو ناب الأمير اللي هو رئيس المجلس الأمناء للجامعة سوف تكون الجامعة إن شاء الله في مصاف في الجامعات العالمية بإذن الواحد الأحد بيض الله وجهك يا دكتور وما قصرت وإحنا سعداء حقيقة بهذا اللغة اللي جرى بيننا وبينك ومرة ثانية نقول لك كل عام وأنت بخير وكل سنة وقطر بألف خير شكراً لهذه الاستضافة وأنا حقيقةً سعيد بتواجدكم معنا في حب جامعة يا دكتور. قطر مشكور أبو راشد يا يعني عسان عمرك طويل إن شاء الله حياك الله يرحمه ورحمه أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة جداً مع رئيس جامعه قطر